يعني الخروج بالنسبه لي كانت بداياته في فكره القراءه. يعني كان في قراءه سريه، كان دايما ترفض داخل التنظيم. فالقراءه السريه بدات تعمل حاجز مع اللي بتربى عليه داخل الاسر. لكن اللي بيستمر هو بيتم اختياره اصلا، يعني حتى في اليات اختيار الافراد داخل الاسره. دايما حسن البنا كان يقول لك فكره انه الشاب الملتزم والمطيع. طبعا مش انا مش محتاج المثقف اكتر او اللي بيفكر اكتر. طبعًا. انا عاوز الواحد ممكن اقل فكرا وثقافه لكن اكتر واحد بيسمع الكلام مطيع. والمطيع ده بيتم اختياره بناء على تقارير دوريه على الاسر اللي بيتلم التربيه فيها. مختلف عليه مع ابراهيم عيسى.